بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده وسهره جديده من الاهلي في رمضان سيدنا كل النهارده مع حضراتكم مع الكابتن الكبير الكابتن هاني رمزي طبعا في ليله من ليالي رمضان وكل سنه وحضراتكم طيبين النهارده اول ليله وتر من العشر الاواخر في شهر رمضان الكريم كل سنه وحضراتكم طيبين في البدايه الحقيقه اكيد لازم نتوجه بالعزاء لأسرة اللاعبة فرح الشاذلي حارسة مرمى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي على وفاة والدها وكمان بنتوجه بالعزاء لأسرة إسراء الحريري لاعبة فريق كرة اليد على وفاة والدتها خالص العزاء للأسرتين وربنا يصبرهم على فقد الأهل الكرام ويرحم والديهم ويسكنهم فسيح جناته وكان مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب قدم النهارده بخالص العزاء لاسره اللاعبتين دعين الله سبحانه وتعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته. وإن لله وانا اليه راجعون. كابتن هاني مساء الخير لحضرتك. كل عليك سنه وانت طيب كل سنه وانت طيب مساء الفل والخير على كل جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان طبعا فرح واسراء خالص تعازينا وان شاء الله تكون اخر الاحزان.